هي غالبا كده جم يكحلوها عموها، جم يقول لك ان احنا مش السبب في صفقه تعطل فتح البيراميدز، فقال ايه بعد ما الاهلي ما اعلن ان هو مش عايز احمد فتحي وخلاص يا ابني شوف مصلحتك بعيده عننا، بيراميدز يكمل تعاقده مع احمد فتحي عادي والحياه تبقى حلوه. مش ده بيراميدز اللي كانت رافضه ان هو يبقى 36 سنه وتعاقده معاه؟ اه ما هو النهارده احمد فتحي بقى عنده 20 سنه. شوف يا جدع، يعني المدرب اللي كان رافض ده احمد فتحي وصفقه انضمام فتحي وكان بيقول له لا انا عندي عبد الله سعيد كابتن الفرقه، دلوقتي فتحي بقى الموضوع بالنسبه له زي الفل، اللي هو انت جيت كحالها عملتها، يعني انت جيت تقول للناس ان انا ما كنت السبب في ان انا ما كملش صفقه انتقال فتحي، فبعد ما انت ما رفضت الصفقه كملت. فاللي هو صباح الخير، الناس اللي بتتكلم دلوقتي هتقول لك الخطيب وتركي الشيخ ما كانش لهم علاقه. لا يا راجل، بسم الله الرحمن الرحيم. عارفك والله، والله عارفك، عارفك يا اللي كنت بتقولي يا اللي بتتكلم على الاهلي يا معفق وما كملتش، وعارفك برضه اللي بتقولي انت كنت عارف منين ان الخطيب خلى تركي الشيخ يتدخل، ما كان خلاه يجدد. يا حبيب هارتي، يا حبيبي، يا صديقي العزيز، بعد ما الناس ما عادت تتكلم على ان يا جماعه مالكمش دعوه بقطع العيش، وغير كده جمهور الاهلي على السوشيال ميديا مش رافض تماما فكره ان احمد فتحي يرجع الاهلي، ولا مش عايزين مش عايزين احمد فتحي يرجع النادي، ونفس الكلام على الاحصائيات في اي استفتاء بيتعمل، فخلاص بقى في كتله كده مش عايز احمد فتحي يرجع الاهلي تاني، ومجلس اداره الاهلي قال لك احنا مش عايزين احمد فتحي وخلاص مش هنجدد معاهم في اوضته، الموضوع خلصان. طب يا جماعه دخلتوا الكفيل ليه في الموضوع وخليتوا الراجل يوقف الانتقال بتاع الراجل اللي بيراميدز ليه؟ ما فيش، هو كان كنا احنا عايزين نعمل حاجه كده طب وعملتها؟ لا ما عملتهاش. طب ورجعت الصفقه؟ ما حدش فاهم اي حاجه، والله ما حد فاهم اي حاجه. واحنا تحس كده ان احنا في فقره ساحر بتحصل في الكره المصريه، اللي هو احمد فتحي مش عايز يجدد، احمد فتحي يروح بيراميدز، بيراميدز هتقول ان احمد فتحي عنده 36 سنه، بعد كده يطلع تركي الشيخ يقول لك نفاوضه بثلث الثمن، بعد كده يطلع تركي الشيخ يقول لك هو مضى، لا ما مضاش، ونزل صوره قديمه ويقول لك لا ما مضاش، وبيثبت ان انا قوي، انا اسد، انا مش هخلي احمد فتحي يمضي. وبعد كده فتحي راح بيراميدز. ايه؟ انا مكسوف للناس اللي كانت بتدافع عن مجلس اداره الاهلي، والله يعني انا مكسوف للناس اللي كانت بتدافع على المجلس والمستشار تركي الشيخ اللي هم كانوا بيدافعوا على الناس، يقول لك الناس ما تدخلتش. طب وبعد ما الاهلي اعلن ان هو مش عايز فتحي الصفقه كملت؟ يا راجل يختشي، يختشي على دمك يا راجل، فكر 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 بس بالراحه كده ب2 جنيه شويه واقعيه، هتلاقي ان الموضوع باين خالص ان هو فيستك، ان هم تركي الشيخ كان واقف الصفقه، لما رجعوا فتحي تاني للاهلي هتفاوضوه ولا تكملوا التعاقد؟ قال لك مش عايزينه. طب خلاص يا ابني نكمل الصفقه بتاعتك لبيراميدز، والناس دي بتشتغلني من ايام احمد الشناوي، وبتشتغلني من ايام عبد الله السعيد، وهم عمالين يشتغلوني وانا عمال اروح معاهم واطير معاهم وهنجيب احسن منه وبتلت التمن. والله انا مش شاطر تركي الشيخ، انا مش فاهم العقليات هي بتتعامل معاه معامله، يعني هنوقف الصفقه علشان خاطر نرجع فتحي؟ طب لا انا ماليش مزاج ارجع فتحي، محدش فاهم اي حاجه بجد، والله محدش فاهم اي حاجه. والناس بتطلع تدافع على المجلس، لا هو المجلس هو اللي كان واقف الصفقه، وترجي اللي كان واقف الصفقه، والصفقه كملت بعد الاهلي ما رفض ان هو يجادل لفتحي. ما تشتغلش نفسك، والله ما تشتغل نفسك، يعني خليك كده عقلاني وخليك واقعي وافهم التيتا ماشيه ازاي، انما هتقعد تتسوح ويقعد يقول لك الاهلي ما تدخلش. وفي ناس كانت فرحانه بالنغمه دي، يعني زي الدكتور ممدوح نصر الله، انا راجل بحبه جدا جدا ومتابعه من هو عنده 10000 واحد، ودلوقتي ربنا كرمه ودخل على نص مليون. راجل بيقول ان احنا نادي قوي وان احنا بنتدخل وان احنا بنعمل وان احنا طب ايه رايك يا دكتور ممدوح في اللي حصل بصراحه؟ يعني ايه اللي رايك في الاهلي عمله بعد ما الاهلي ما رفض التعاقد مع احمد فتحي ورفض تجديد العقد في يوم وليله بيراميدز اعلن التعاقد مع فتحي؟ هل انت شايف الوضع ماشي ازاي في مصر؟ يعني انا عارف ان حضرتك راجل عقلاني وعارف انك بتشوف الامور بمنظور طبيعي، فانت شايف الموضوع ماشي ازاي؟ انا عارف ان في ناس بتخاف تتكلم على المستشار تركي وبتخاف تتكلم على اداره كابتن محمود الخطيب علشان خاطر ما تزعلش الناس الفرص بتاعتها، انما احنا الحمد لله ما فيش فرص ولا في اي حاجه، والناس اللي عندنا الحمد لله ما بيخشوش غير في الفيديوهات العالميه وحاجات برشلونه، فهم نايمين الايام دي. فبص بقى من الاخر، انا راجل اهلاوي وانا راجل شايف ان المجلس الاهلي بيتخبط، وشايف ان المجلس الاهلي بيصدر وهم الجمهور، وشايف ان المجلس الاهلي بيصدر ازدواجيه غير طبيعيه لجمهور الاهلي، بيخلي جمهور الاهلي تردد كلام غير طبيعي في ملفات غير طبيعيه، في طريقه تعامل غير احترافيه. فانا بشوف ان الناس دي بتعمل راي عام من مشجعين بيتقال لهم حرفيا، اللي بيتلقنوه من قناه الاهلي واللي بيتلقنوه من صفحات السوشيال ميديا الكبيره الاهلاويه اللي مؤثر عليها مجلس اداره الاهلي. فانا بصراحه مش عارف الازدواجيه بتاعت الناس اللي بيربوا عليها الاجيال الصغيره هتبقى عامله ازاي، اللي هو يا جماعه انا رحت جبت واحد اللي هو كبير القبيله بتاعته قلت له انا عايز ارجع احمد فتحي، بعد ما كبير القبيله خلص الموضوع وخلاص مش تاخده فتحي وارجع فتحي للناس عشان الناس عايزاه، بعد كده قالوا له احنا مش عايزين فتحي. نفس حوار عبد الله السعيد بالملي، هو نفس التردد ونفس الخوف ونفس كل حاجه.
يعني في ناس لما يعني بدأنا نتكلم عن كابتن محمود الخطيب، انت كرة بتقطعه عيش فاكهة، انتوا كده بتعملوا حاشا لله واحنا ما لناش دعوة بالحاجات دي. طب قلتوا التركي ليه بقى في الصفقة؟ او المشروع التركي مشي من دماغه، او ما حدش فاهم اي حاجة، بس كل اللي حد فاهمه ان انتوا جبتوا تكحلوها عملتوها، جبتوا تثبتوا ان انا ماليش دعوة والله بالحوار بتاع فتحي وبيراميدز. اول ما انت ما اعلنت ان انت مالكش دعوة مش كمل التعاقد، فتحي وبيراميدز كملوا التعاقد عادي. فاللي هو يا عم الحاج ده انت دبست نفسك في حوار ما كانش ليك دعوة بيه بجد والله. يعني انا بصراحه مشفق على الناس اللي بتتكلم بالدفاع عن مجلس الاداره، ومشفق على الناس اللي بتتكلم بالعقليات اللي هم بيرسموها لكم. وبصراحه لكم في عمكم على اللي انتم بتسمعوه، والله لكم في عمكم على الحاجات اللي انتم بتصدقوها. الموضوع كده مش فتحت، ده الموضوع كده عدى الفلنكات بصراحه. عارفك والله هتقول ان انت حكيت بتحك في الخطيب وبحك في تركي وبحك مش عارف مين بحك. بص ما يهمكش، ما يهمكش وما يهمنيش، انا بقول كلام انا مسؤول عنه. انا شايف ان الاهلي جه كحالها عماها، واداره الاهلي جه كحالها عماها، جيت تثبت ان انا ماليش دعوه بعدم اتمام تعاقد فتحي وبيراميدز. ف التعاقد كامل بعد انا ما رفعت ايدي من الموضوع اللي هو طب والنبي. بص انا عارف ان الفيديو مش هيعجبك، بس انا ما يهمنيش ان الفيديو يعجبك او ما يعجبكش، لان انا بقول وجهه نظر اللي انا شفتها في الموضوع ده. الفيديو عجبك خير وبركه، الفيديو ما عجبكش شكرا جزيلا انك كملته الاخوة.